أصقوصة أصقي دنيتنا حلوة وفيها أصقي مليانة حب لعب وتغيير، دنيتنا حلوة وفيها أصقي مليانة حب لعب وتغيير. أصقوصة أصقي نرسم رسمة اسمع قصة نضحك ضحكة مفيش تنغيص، نرسم رسمة اسمع قصة نضحك ضحكة مفيش تنغيص. دنيتنا حلوة وفيها أصقي مليانة حب لعب وتغيير، دنيتنا حلوة وفيها أصقي مليانة حب لعب وتغيير، مليانة حب لعب وتغيير. السلام عليكم، ازيكم يا أصحابي؟ زيكو اتصل بيه النهاردة وقال ان هو هيتأخر شوية، بس قبل ما يجي عايز اشكلكم منه. زيكو بياخد حاجات صحابه ومش بيحمد ربنا على ربنا ادهوله، الموضوع ده مضايق الكل ومش عارفين نقوله ازاي. بس يا اصحابي زيكو جه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا زيكو، ازيك؟ الحمد لله، معلش الطريق كان زحمة. خير الحمد لله على السلامة، احنا لسه بادئين. طيب الحمد لله. ايه ده يا منة، مش ده المج اللي اخدناه هدية في مسابقة القرآن؟ ايوه يا زيكو هو بتاعك. جميل ما شاء الله، ده احلى من بتاعي. ممكن اخده؟ قلتلكوا يا اصحابي اهو. وليه يا زيكو، مش انت عندك واحد زيه بالظبط؟ بس بتاعك شكله احلى، انا بتاعي قدم وشكله بقى وحش. مش عارفة ازاي يعني الاثنين زي بعض. لا لا بقى يا منة، انا عاوز اخد بتاعك، بتاعك احلى. ايه ده صندوق القصائص ظهر يا زيكو، تعالى نشوف صندوق القصائص هيختار لنا ايه وبعدين نبقى نكمل حوارنا. دنيتنا حلوة وفيها قصائص مليانة حب لعب وتغيير، مليانة حب لعب وتغيير. الغابة واسعة فيها من كل شيء خبر، قصص ممتعة نتعلم منها عبر. والقرد كلما ذهب لأحد تركه وفر. واحد اثنين واحد اثنين هوب لفوق، يلا واحد اثنين هوب هوب. سلام عليكم، عامل ايه يا أرانيبو؟ يا لطيف يا رب، قصدي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب معلش ألحق أهرب أنا. أيوه قصدي أروح قبل ما أتأخر، يعني أقول لك سلام سلام. واضح إنه وراء مشوار مهم. أهلا أهلا، أخباركم إيه؟ كويسين. طب أسيبكوا بقى والحق أروح. وأنا كمان مش هينفع أستنى ولا دقيقة، لازم أمشي فورا. سلام سلام. مالهم دول كمان؟ صحابي كلهم فجأة بقوا مستعجلين وراهم مشاوير لما أروح للقطة. صديقتي السلام عليكم، تيجي نلعب شوية؟ عليكم السلام. لا لا معلش معلش، لازم امشي حالا. سلام سلام. كل ما واحد يشوفني يجري. فين هو؟ انا جربان ولا هم زعلانين مني ولا ايه؟ كل اصحابي في الغابة اول ما يشوفوني يطلعوا يجروا، هم زعلانين مني ليه؟ لازم اعرف السبب. لا 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 لا، اسأل حد غيري. بص انا همشي حالا. حتى انت يا فلافيلو هتسيبني وتمشي؟ طب قول لي السبب حتى. اقول لك الصراحة وما تزعلش يعني؟ طبعا قول الصراحة. الصراحة بقينا مش بنحب نقف معاك. ليه بس؟ لانك كل ما تشوف حد تطلب منه فلوس او لعب او اي حاجة، وكمان ساعات بتطلب هدومنا كده وحاجات ما ينفعش تطلب يعني. فيها ايه يعني؟ ما احنا صحاب. طبعا صحاب، لكن مش كل حاجة بتطلب يعني. تعرف لو انت محتاج فعلا هنديلك الحاجة من قبل ما تطلب، لكن انت مش محتاج وبتحب تطلب وخلاص من صحابك، والحاجة بتعجبك وتبقى عايز تاخدها. عشان كده بتهربوا مني، خايفين اطلب منكم حاجة. طب تعرف بقى الرسول عليه الصلاة والسلام قال ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. يعني ايه؟ يعني الناس هتحبك طول ما انت مش باصص لحاجتهم وراضي باللي معاك، فمش كل شوية تطلب حاجتهم. عندكم حق، ازاي كنت بعمل كده؟ بس خلاص مش هكرر غلطي تاني، وهعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. دنيتنا حلوة وفيها قصائي مليانة حب لعب وتغيير. ياه حاجة وحشة قوي،
ان اصحابك يبعدوا عنك كده. شفت يا زيكو الحيوانات كلهم اداهم للقرد عشان كل ما يشوفهم ياخد منهم الحاجات بتاعتهم. شفت يا منة، انا باين عليا كده عملت زي القرد ده بالظبط. طيب خلاص خلاص متزعلش يا زيكو، المهم ان احنا نتعلم. هتعلم ان شاء الله. زيكو تعرف حكاية الفرخة اللي بتبيض بيضة ذهب؟ لا معرفهاش. وبعدين معقول يا منة في فرخة بتبيض بيضة ذهب؟ ايوه في، بس في الحدوتة. طيب احكي احكي شوقتيني. بيتنا حلوة وفيها قصائد مليانة حب لا بيوتغيب. كان يا مكان ولا يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كان في مرة راجل عنده مزرعة فراخ، وفي يوم اكتشف ان في فرخة غريبة عن كل الفراخ، فاخذ الفرخة دي وحطها بعيد عن كل الفراخ عشان يعرف الفرخة دي سرها ايه. وبعدين اكتشف ان الفرخة دي كل اسبوع بتبيض بيضة ذهب. فرح الراجل واخد البيضة وباعها واشترى كل اللي كان نفسه فيه، وكان بيستنى كل اسبوع علشان ياخد البيضة ويشتري كل اللي كان نفسه فيه. بس الطمع عمى عليه وفكر انه يذبح الفرخة عشان ياخد البيض كل مرة واحدة، وذبح الفرخة وخسر الفرخة اللي كانت بتبيض له كل اسبوع بيضة ذهب. يا حرام ذبح الفرخة. شفت يا زيكو ان الطمع يقل ما جمع. يعني ايه؟ يعني بدل ما يستنى كل اسبوع بيضة ذبح الفرخة وخسر الفرخة وخسر البيضة. فعلا الطمع يقل ما جمع. بيتنا حلوة وفيها قصائد مليانة حب لا بيوتغيب، مليانة حب لا بيوتغيب. عندك مج شكله عادي ومش مميز ولا يهمك، هات مقص، ورق مقوى، فرشاة ألوان، ألوان سيراميك، وسلوتيب، والمج اللي مضايقك وحصلني. لو مش بتحب الرسم هات السلوتيب وغطي جزء من المج بالشكل ده. أنا بحب اللون الأخضر، لكن أنت اختار اللون اللي بتحبه من ألوان السيراميك، وبالفرشة لون المكان ده بالطريقة دي وسيبه ينشف براحته. أما لو بتحب الرسم ممكن على الورق المقوى ارسم الشكل اللي تحبه أو أول حرف من اسمك بالطريقة دي، وخلي حد يساعدك في تفريغه بالمقص. ثبت الورق على المج بالشكل ده وباللون اللي تختاره لون جوه الشكل بالفرشة بالطريقة دي. ممكن تزود أي شكل تاني علشان المج بتاعك يكون مميز. ودلوقتي بعد ما الألوان نشفت تماما نشيل السلوتيب. ها ايه رأيكو؟ بيتنا حلوة وفيها قصائد مليانة حب لا بيوتغيب. يا سلام عليك يا صندوق القصائص، دايما بتطلع في وقتك. هتعمل ايه زيكو؟ مش انا كنت بطلب المج بتاعك علشان هو شكله احلى؟ ايوه انا بقى هعمل زي ما شفنا في قصقصة قص ولزق، وهغير المج القديم بتاعي علشان يبقى اجمل. جميل جدا يا زيكو، وبكرة تشوفيه اكيد هيبقى احلى من بتاعك. ماشي يا زيكو، لما نشوف بكرة صندوق القصائص من تاني. هنشوف ايه يا ترى المرة دي؟ بيبي تيوب. بيتنا حلوة وفيها قصائد مليانة حب لا بيوتغيب، مليانة حب لا بيوتغيب. مفيش أجمل من المواقف المضحكة، دايما بيبي تيوب تهلكنا من الضحك. عندك حق يا زيكو. خلصت حلقتنا النهاردة للأسف، بس تعلمنا حاجات كتير، صح يا زيكو؟ طبعا يا منة.
زيكو كان في بداية الحلقة عايز ياخد المج بتاعي. وشفنا قصة الكل يفر من القرد، واللي اكتشفت اني كنت بعمل زيه وباخد حاجات صحابي. بس خلاص زيكو تعلم وبطل ياخد حاجات صحابه، وتعلمنا في قص ولزق ازاي نعمل مجات ملونة ونزينها. وانا قررت هزوق المج بتاعي وخليه اجمل من بتاع منا. واخيرا ضحكنا مع بيبي تيوب. نشوفكم في حلقة جديدة من برنامجنا قصائص. سلام عليكم. قصقوصة قصقص قصائص، دنيتنا حلوة وفيها قصائص مليانة حب لعب وتغيير. دنيتنا حلوة وفيها قصائص مليانة حب لعب وتغيير. قصقوصة قصقص قصائص، نرسم رسمة اسمع قصة نضحك ضحكة مفيش تنغيص. نرسم رسمة اسمع قصة نضحك ضحكة مفيش تنغيص. دنيتنا حلوة وفيها قصائص مليانة حب لعب وتغيير. دنيتنا حلوة وفيها قصائص مليانة حب لعب وتغيير. مليانة حب لعب وتغيير.